بلا ماء بلا حضور بلا حتى شي حاجه. وتنطلب المسؤولين يشوفوا الحاله، شوفوا الحاله كيفاش الحاله. كتبت الشكايه للسيد العامل، السيد الوزير، السيد اسمه ذا، حتى القصر الملكي قدم الطلب ديالي الى حد الان ما توصل حتى بشي طلب، حتى شي جواب ما كاينش. ولو شحال هكتار عندك دابا هنا؟ دابا عندي هنايا 15000 متر كاري، 15 خدام هنا عندي ديال البلاد. فيه الدار، جوج ديور، فيه ريحة الزيتون مبنية، فيها الزيتون 500 حتى 600 زيتونة مغروسة تعطيني المعيشة ديالي. الحمد لله. محفظة بكل شيء. محفظة بالقانون ديالها، بالبلان ديال الرخصة ديال البني، بكل شيء من طرف ديال العملاء، ديال القيادات، ديال البلدية، ديال كل شيء عندي من بلانة. شفتي داروا معك اجتماع في البلدية؟ الرئيس؟ الرئيس ما مشت الرئيس أنا كاع، تيدفع لي غير الموظفين، السيد كاتب العام، السيد عاوتاني خنفري حسن. عبد العزيز كلهم هادو هجموا ليا على البلاد. دابا الله يجازيكم بخير، نضروا الحالة ديالي. راني عندي في الصفوف ديال المقاومة متقاعد، وسام الرضا ديال سيدنا الله ينصرو يخليه لينا، هو صاحب الحق. والحالة ديالي بقى الله يجازيكم مريض متزايد، عندي السكر، عندي المرض، العيني ما بقيتش نشوف. هذه هي البلاد اللي تتعيشني، تنصور منها طرف الخبز اللي هي ولادي.